بلاقي كتير من الناس صعوبة باختيار الشيء الصحي بين مئات المنتجات بالسوبر ماركت. أنا سارة دمشقية، أخصائية تغذية من دايت كير، رح أخذكم بجولة سريعة وأقدم لكم أبسط طرق التسوق الصحي. كتير سهل إنكم تحطوا المنتوجات الغلط بسلة مشترياتكم، لهيك دايماً بنصح إنكم ما تتسوقوا أنتم جوعانين. الجوع رح يدفعكم إنكم تشتروا المنتوجات الغير صحية. بلشوا صح باختيار معظم منتوجاتكم من الممرات الخارجية لسوبر ماركت. يمكن ما تصدقوا بس معظم المنتوجات الغير صحية تتواجد بالممرات الداخلية. الخبز الأبيض والأسمر بيحتوي على نفس عدد السعرات الحرارية، بس إذا بدكم الخيار الصحي بنصحكم تختاروا خبز الحبوب الكاملة مثل هيدي، لأنها بتحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن. فيكم تتأكدوا من أنه خبز حبوب الكاملة من خلال راية محتوياته على الملصق الغذائي. وإذا بدكم تتأكدوا أكثر فيكم تضغطوا شوي على الخبز، إذا كان لين فهو غير صحي. كل ما كان الخبز أكثر كثافة كل ما كان أفضل. معظم الأجبان بتحتوي على نسبة عالية من الدهن، مشان هيك تأكدوا أنكم عم تختاروا الأجبان اللي بتحتوي على 30% دسم أو أقل. أفضل خياراتي هي جبنة البارميزان أو الموتزاريلا الفريش من ركن الأجبان الطازجة، لأنها خفيفة وطيبة، والأهم من هيك أنكم ما ضروري تشتروا البدائل قليلة الدسم من هالأجبان. كلنا بنعرف المثل الشهير يلي بيقول تفاحة باليوم تبعد عنك الطبيب 100 يوم، بس الفاكهة ممكن أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، لهيك أنا دايماً بنصح أنكم تختاروا الفاكهة الطازجة كخيار أول، ومن بعدها الفاكهة المثلجة كخيار تاني، وأخيراً الفاكهة المعلبة بس إذا كنتوا كتير مضطرين. كثرة أنواع الشوكولا الموجودة بالسوق كتير مغرية، بس أنتوا مش مضطرين تحرموا حالكم، لأنه فيكن تتسوقوا من هيدي القائمة يلي بتحتوي على أفضل 5 أنواع سناك ممكن تتناولوها. وهلأ صار فيكن تتسوقوا بطريقة صحية أكتر بالمرة الجاية يلي بتزوروا فيها السوبر ماركت. ودايماً تذكروا صحتكن بإيدكن والقرار لإلكن.